النهارده هنتكلم عن معايير التاج جراف، ازاي استخدم جهاز السي دي 400 في معايير التاج جراف. طبعا لاول مره هنعمل معايره على البنش مود، هي غريبه جدا بس ايه طبعا خان صاحب الفكره ان احنا نوصل سنسور ونعمل ايه بديل يعني للسياره، حركه السياره. ورانجي طبعا سوى توصيلات وغيرات وعزيز معانا برضه. اول حاجه ندخل على ايه دبليو ريشيو ميجر دبليو ريشيو، اوكي بدوس انتر، بختار مانوال واختار المسافه اللي انا هتحرك عليها الديستانس بتاعتي، خلينا ايه في 10 متر مسافه صغيره. هنشوف برضو الترتيب بتاع الوايرات بتاعنا، ان طبعا ده السيميليتور بتاع بديل التاج جراف، ودي السوكت بتاع سي دي 400، وده السوكت اللي هو رايح على ايه الوصلات اللي رايحه على حساس السرعه، ده حساس السرعه بتاعنا. تمام، دلوقتي احنا هنعمل ايه كان السياره بتتحرك بالظبط، عن طريق ان احنا هنعمل ايه زي مجال مغناطيسي حوالين السنسور بتاع السرعه. تمام، نصور هنا البدايه، اوكي 10 متر، هنساوي ستارت ومعانا هنا خان كانه ايه سيميوليشن للسياره. ماشي، خلي الكاميرا برضو على السنسور، تمام ساوي ستوب. تمام، هنا بيقول لي كي فاكتور، انا عايز اسجل الكي فاكتور، بدوس كي اوكي كي فاكتور. تمام، هنا تقريبا القديم زي الجديد، هنا الاولد كي فاكتور كان 1100 1100، والنيو نفس الكي فاكتور برضه. انا اريد بقى ريكورد نيو، اوكي ادوس، لو عايز اعمل ريكورد اسجل الجديد بدوس هنا F2 اللي هي قصاد يس، ولو عايز نو بقى اظل على القديم يبقى ايه ادوس نو. انا دلوقتي هعمل سيف هنا يس، كده الكي فاكتور الجديد بتاعي اللي هو 1100 1100. اوكي، عايز ارجع تاني، ممكن نعمل سنسور بيرنج. تمام، بخرج خالص من القائمه دي كلها وارجع اوصل عند الاوبشن بتاع سنسور بيرنج وادوس انتر، بيعمل ريكويستنج، بياخد تقريبا 5 ثواني. اوكي سنسور بيرنج سكسسفول. برضو ممكن نجيب الكاميرا برضو على الوايرات تاني ناكد عليها، دي الوايرات اللي هي رايحه من تاك جراف السبيد سنسور حساس السرعه، والسوكت بتاع اللي هو جاي من تاك جراف سيميوليتور للجهاز بتاع السي دي 400. وطبعا بغذي ده بالفيشه دي باور، بيجي لها باور سبلاي طرفين هنا الموجب والسالب بوزيتيف ونيجاتيف، كهرباء الارضي 24 فولت. تمام، خلاص.